إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصلاة هي أعظم أركان دين الإسلام العظيم بعد الشهادتين، وقد دل على فضلها وعظيم قدرها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم أي ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو بالبركة والخير والمغفرة. والصلاة من الله تعالى حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون أي يبركون، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأثر ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به. وقيل إن صلاة الله الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، والصواب القول الأول. قال الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي عليهم ثناء من الله ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. فالصواب هو القول الأول، أن صلاة الله تبارك وتعالى ثناؤه عليه عند الملائكة. فالصلاة من الله تعالى الثناء، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن هي القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح، والصلاة من الطير والهوام التسبيح. والصلاة في الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. فالصلاة كانت اسما لكل دعاء، فصارت اسما لدعاء مخصوص، أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينهما من المناسبة، أي لما بين الصلاة والدعاء من المناسبة. والأمر في ذلك قريب، فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه سوى الصلاة الشرعية، والصلاة كلها دعاء، دعاء مسألة
ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. ودعاء عبادة وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود، فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلب بلسان الحال أن يغفر له، فتبين بذلك أن الصلاة كلها دعاء مسألة ودعاء عبادة لاشتمالها على ذلك كله.